بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر هذه الأزمة الصعبة. مرحبا رفت. مرحبا أزل، مرحبا متابعي قناة الشرقية. حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، لكن بعد الفاصل. طيب، بالبدايه نذكركم بطرق التواصل ويانا عن طريق تليجرام، رقم الظاهر اسفل الشاشه، اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم رساله مختصره بها المعلومات الكامله. اذا كان هناك مقطع فيديو او صور توضح المشكله ايضا يتم ارسالها حتى يتم عرضها ضمن فقره عيون المدينه. فيسبوك وتويتر، اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين. والنشر الكهربائيه اليوميه وساعات تجهيز الكهرباء الوطني في عدد من المدن العراقيه. وننوه، نحن لا نرد على الرسائل كتابه، فقط نحاول قراءتها وقت بث البرنامج اذا سمح. أما البقية يتم إرسالها إلى مراسلين اللي بيها متابعة واللي مستوفية وكاملة كل المعلومات بيها مع صور يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. شوالنا راح يبدي من أخبار أهل المدينة، وخبر مؤلم حقيقة يخص النازحين. اليوم هناك حريق التهم عدد أو مجموعة من الكرفانات في مخيم بحركة بأربيل، والحمد لله أنه لم يسفر عن خسائر بشرية، لكن أكيد خسائر مادية. وتعرفون هم حال النازحين بحاجة لكل شيء موجود في هذه الكرفانات. كرفانات حاليا نشوف إحنا لقطات من هذه المأساة بعد ما حدثت، مجموعة كبيرة من الكرفانات والناس وأثاثهم ووضعهم، وضع مأساوي حقيقة. لذلك يعني هم بالأساس محتاجين من يمد لهم يد العون. حاليا هم في اكيد يعني وضعهم خاصه هذه الليله هو مأساوي. لذلك على الجهات المعنيه المسؤوله، طبعا سبب الحريق هو تماس كهربائي، هم ما بيدهم شيء، يعني هو الوضع كله خطا في هذه الكرفانات. لذلك من الوارد ان يكون هناك اخطاء مثل هكذا. احنا قلنا انه من يجي الشتاء هواي ناس عندنا العام احترقوا من خلال الشمعه، وناس من خلال الصوبه، لان وضعهم مأساوي. حاليا التماس الكهربائي الذي، وتعرفون كرفانات بسرعه تحترق، ويعني الحريق بسرعه يصل الى بقيه الكرفانات. الحمد لله على سلامتهم، وهم يعني فوق الضيم ضيم مثل ما واحد يقول. وان شاء الله انه يعني ما بقى ايام وتتحرر كل مدنهم. يعني فرحين جدا بتحرير الرمادي بشكل كامل، ان شاء الله يوم تتحرر كل مدن العراقيه واخر شبر ويرجعون النازحين. هذا ايضا باب انه ان شاء الله النازحين يعودون، ونتمنى انه ينفتح الباب خلاص طالما الرمادي وبعض المدن تم تحريرها يرجعون الى ديارهم. صحيح هي مناظر مأساوية هناك نتيجة تهديم الكثير من المنازل، لكن ما يخالف، طابوقة طابوقة نستطيع التعمير. صح صعب، لكن نستطيع اذا كنا يد واحدة وقلب واحد ان نعمر. مرة اخرى نحكي عن اربيل ومخيم بحركة، نتمنى ان يكون هناك متابعة للموضوع من الجهات المعنية وتقديم يد العون. شتاء وبرد، وحاليا بعد ايام راح يكون يمكن من باكر تبدي تنخفض مره ثانيه درجات الحراره، ويكون هناك تساقط للامطار والثلوج عندنا هنا في الشمال. فلذلك نتمنى ان يكون هناك متابعه للموضوع وحسم الموضوع ومتابعتهم واعطائهم ما يحتاجون ان شاء الله، وتقديم يد العون والمساعده. نعم. اذا ننتقل لموضوع اخر، راح نروح الى موضوع وزارة الصحة وتخبط بقراراتها بشكل صادم بين حين والآخر. واليوم مجلس أو لجنة الصحة في مجلس محافظة ذي قار أيضا يصدر ويقرر بقرارات جديدة تم موضوع الصحة، لكن عكسية هذه القرارات تماما، لأنه اليوم المواطن أو كل المواطنين بالعراقي يعرفون بشكل عام أنه التعليم والصحة في الدستور العراقي هو مجانا. اليوم هذه اللجنة فرضت أنه دفع رسومات أو زيادة الرسومات اللي كانت بالسابق مجرد
500 او 250 دينار اسعار رمزيه، لكن اليوم بدات برفعها من اجل انه ديمومه واستمرار دائره الصحه في ذي قار وبقيه المستشفيات الحكوميه في مدينه الناصريه. يعني احنا نعرف انه الميزانيه والتقشف اللي حاصل في العراق وبكل وزاره العراق، لكن اليوم مو المواطن هو اللي يدفع الضريبه، مو المواطن هو اللي يكون الضحيه. من المفترض انه الوزاره وزاره الصحه وعلى راس الحكومه المركزيه ومن بعدها الحكومات المحليه هي اللي تدفع الضريبه وايضا تقلل وتساهم بتقليل رواتبها حتى انه تعادل العجز الحاصل في ميزانيه وزاره الصحه وتبقى باستمرار ديمومتها. لتفاصيل اكثر نتابع هذا التقرير وبعد ذلك نرجع لكم مباشره. مواطنين محافظة ذي قار نرفض وبشدة قرارات مجلس محافظة المجحف بحق أبناء محافظة ذي قار، بأن أغلب محافظة ذي قار وشعب محافظة ذي قار تحت خط الفقر. فنحن لا ما نتحمل قرارات مجلس محافظة وسياسات وزارة الصحة بفرض ضرائب على العمليات وعلى المبيت في المستشفيات وعلى الأكل. يعني شنو الفرق اللي صار بينهم وبين المستشفيات الأهلية؟ المستشفيات الأهلية أغلب المستشفيات الأهلية تساعد وتساهم، يعني زين إحنا دارين نرجع لقوانينهم، قوانين وزارة الصحة اللي هي متخبطة بقوانينها ما أعرف نجيب. والدستور العراقي والدستور العالمي للمواطني إنه وزارة الصحة من الله ما خلقها هي وزارة الصحة مجانا. بسبب الفساد الذي انتشر في الدوائر الحكومية خاصة وزارة الصحة، أفرضت مجلس محافظة ذي قار على المواطنين بأن هناك مبالغ مالية يعني يجبر المواطن على دفعها في حالة دخوله أو مستشفى أو عمليات. فهذه الإجراءات كلها خاطئة، تتعارض مع القوانين اللي موجودة بالنص القانوني في وزارة الصحة. نطالب من وزارة الصحة أن تكون بجانب المواطن. حاليا وزارة الصحة الفساد اللي موجود بها ادى هذا الى ادى تاثيره على المواطن، وخاصه في محافظه ذي قار، التفشي الفقر، تفشي البطاله، الشخص ما متمكن ان يدفع اجور العياده اللي يراجعها. العيادات جاي تستغل يعني المواطن الفقير اللي جاي يراجع، يعني الصيدليه تكون تاخذ حصتها، الدكتور ياخذ حصته، السونار ياخذ حصته. فهذه الاشياء كلها جاي تترتب على كاهل الشخص المواطن. المشروع التمويل الذاتي أو مشروع استحصال مالية أموال من المريض تكون رمزية، طرح هذا المشروع من قبل مجلس محافظة وكان اجتماع هناك مع دائرة الصحة حول إمكانية تشريعه. الحقيقة المشروع هو يفيد المريض ويفيد المواطن إلى أجل بعد حين، نظرا للتقشف اللي يصير بالبلد واللي تمر به دائرة الصحة. احنا ما نقدر نحافظ على ديمومة الخدمة الصحية للمواطن إذا ما أكو أموال تستحصل من المواطن. في فترة من الفترات صارت عندنا شحة بالكانولات، صارت عندنا شحة بالبلاستر، صارت عندنا شحة حتى بأبسط الأشياء. إذا بقى الحال كما هو نضطر إلى قفل المستشفى. بالنسبة للرسوم اللي فرضتها أو المقترح اللي قدمته لجنة الصحة بمجلس المحافظة، هذا القرار مخالف للدستور والقانون، حيث أن إكهال المواطن الفقير بدفع رسوم العلاج مخالفة دستورية واضحة، وكان المفروض الادعاء أنه بسياسة التقشف ما يوصل للمواطن البسيط، حيث أن العلاج بالمستشفيات الحكومية معروف أنه يكون على حساب الدولة باعتبار أنه شيء بسيط تقدم المواطنها من حرية التعليم وحرية العلاج. فهذه مخالفة دستورية، كان المفروض ترفض هذا المقترح وما يطبق بالمستشفيات الحكومية. الدستور يرفض هذا الشيء، القانون يرفض هذا الشيء باعتبار أنه حرية العلاج ومجانية العلاج، العفو، مجانية العلاج واجب على توفيرها الدولة للمواطن البسيط والاعتيادي. بالتالي اتخاذ مثل هكذا قرار وينعرض على مجلس المحافظة نعتبره قرار خاطئ ولا يمكن تمريره بمجلس المحافظة. فلازم رئيس لجنة الصحة اللي اجى بالمحاصصة أن يعي جيدا أنه الصحة والتعليم هي حسب الدستور وكافلة أنه مجانا، مكفول أنه هذا الشيء مجانا يقدم للمواطن. أما أنه لأنه هو ضعيف مثلا وبالتالي يروحون
يروح للأطباء، يروح لدائرة الصحة، يروح ما أدري وين، يروح كذا، يملون عليه بعض الأمور ويتوجه، يعني خلينا نقول بالتوجيه. هذا الشيء من المؤسف وخطأ، خطأ كبير. إحنا المفروض يكون عندنا يعني خلينا نقول الصحة مجانية، مجانا بكل تفاصيلها وبكل أمورها، خصوصا وأن الصحة تمر بأسوأ حالاتها لعدة ظروف، ومنها أنه الهدر بالمال العام وصل إلى أكثر من 70 مليار دينار. فعلى رئيس لجنة الصحة أن أولا يفترض عليه أن يعني خلينا نقول يحاسب مدير عام الصحة السابق اللي 70 مليار وين راحن، يقول له بالتفتيش مثلا مدراء المستشفيات، مدراء القطاعات. الوزارة أيضا تتحمل يعني عبء كبير من هذا الجانب، لأنه جاي يساندون الخطأ. فمو المواطن انا يعني خطأ، اخطاء اداريه من التفتيش، من المدير، مدير الامور الاداريه والقانونيه البقاله 8 سنوات، من قسم التفتيش ايضا، من الوزاره نفسها هي ايضا كوزيره مثلا الان، اللي اي شيء ما قدمته للناصريه لحد هاللحظه هاي صار عندها، راح يصير اكثر من 2 سنين، وبالتالي وزيره الصحه ما تدري بالناصريه وين تروح، وين جايه، شنو وضعها، شنو الحاله المأساويه. اما انه على مود يعني خلينا نقول تغطيه الاخطاء تجي تفرض غرامات، خلينا نقول اعتبرها غرامات حقيقه على مجحفه بحق المواطن، هذا الشيء خطا وما نسمح به، ولا يمكن ان يمر مثل هكذا قرار. هذا قرار يعني اجى عن طريق يعني نقول محاصصه وترتيبات وامور اخرى، يردون يعني خلينا نقول تغطيه لعيوب مدير العام الصحه السابق. الان رئيس لجنه الصحه هذا اللي اجى بالمحاصصه ان يحاسب المدير العام اللي اخذ 70 مليار وين راح وشلون اجى مثلا، ابو التفتيش الان اللي نايم ومصفط وقاعد، الوزير اللي هناك مدير التفتيش العام مال الوزارة اللي نايم هناك قاعد، اجل الوزارة، اجل دائرة الصحة وشاف شكو ماكو، لو بس يتحرك قالوا له اقعد هاي المحاضرة. هاي سبب الفشل والخلل اللي جاي يصير بالصحة، هو كله سبب المحاصصة المقيتة اللي موجودة، وخصوصا في مجلس محافظة ذيقار. إذن رجعنا لكم بعد ما شاهدنا التخبط بقرارات لجنة الصحة في مجلس محافظة ذيقار، وأكيد هذا المواطن يقول كانت عايزة التمت، لأنه أنا محتار ما بين إنه شلون أوفر مصاريف السكن ومصاريف الغذاء والدواء لأطفالي. اليوم جتنا وزارة الصحة برفع الرسوم، وإحنا حكينا في الأيام الماضية في برنامج أهل المدينة، قلنا يابا إنه لا تتمرضون، وفعلاً إنه بهذه القرارات يجبرون المواطن، يقولوا له إنه لازم تحافظ على صحتك حتى إنه ما تتمرض، يعني وكأنه إنه نحاجج القدر اللي يريد يصير، فلا تتمرضون لأنه وزارة الصحة غير قادرة على علاجكم مجاناً. طيب، لأهمية هذا الموضوع ينضم معنا السيد جاسم الخالدي المدير العام لصحة ذيقار، حتى هو يحكي لنا عن هذه القضية وعن هذا المقترح، ويعني اللي يقال سيطبق من السنة القادمة، اللي أثار غضب الشارع وأهالي محافظة ذيقار. مرحبا سيد جاسم. مرحبا سيد جاسم، حياك الله سيد جاسم. يعني الله، نعم حياك الله، نشكر انضمامك إلى أهل المدينة. يعني هو الموضوع مهم للغاية، وقد يكون هذا المقترح يطبق بشكل فعلي على أرض الواقع، والناس تحتار. يعني هي الناس معتمدة على المستشفيات الحكومية رغم بؤسها، وهذا حقيقة احنا نحكيها، انه التخصيصات قليلة في وزارة الصحة، هناك إهمال واضح، هناك تدني بالمستوى، لكن هذا لا يعني انه احنا نرفع من الرسوم ونكلف المواطنين اللي هم ما عندهم ويلجؤون للمستشفيات الحكومية. هذا المقترح هل من الممكن العدول عنه وإلغاءه لو سيطبق فعلا السنة القادمة، والناس راح تضطر أن تدفع أو أن لا تذهب إلى المستشفيات الحكومية وتبقى في منازلها تعالج نفسها بنفسها؟ تفضل. نعم نعم سيد جاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الحقيقة احنا نطلع أن نكون عبد الثمان. نعم سمعك. نعم تفضل. صوت واضح؟ واضح. اي طبعا احنا نطمح حقيقه يعني كدائرة الصحة ما تكون خدمات مجانيه كما كانت في السابق، وتحصل يعني وضع البلد الصراع بالمالي والاقتصادي بدا يقل تدريجيا، لكن الحقيقه مثل ما تعرفون ويعرف المشاهد الكريم بانه التخصيصات الماليه يعني لعموم البلد بدات تقل يعني شيئا فشيئا. هذا الحقيقه ممكن انه مستقبلا ياثر على الواقع الصحي وياثر على مستوى الخدمات اللي راح تقدم للمواطن. طيب. حقيقة كدائرة الصحة ذيقار احنا يعني عقدنا اجتماع مع لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذيقار، وحاولنا ان يعني نجد بعض الحلول لمعالجة الازمات اللي ممكن نواجهها بالمستقبل. يعني طيب. نعرف احنا عام 2016
مثل ما يعني يصرفون بعض الإنسان السياسيين على الفضائيات وخصوصا بذات المالية بأنه هتكون موازنة 2016 موازنة يعني أكثر يعني أكثر تعقيدا من موازنة 2015. لذلك يعني على أصحاب القرار أن يقفون في إيجاد حلول، خصوصا عارفين حضرتك المشاهد كثير يعرف بأنه المؤسسة السياسية يعني كبيرة جدا. حقيقة احنا يوميا نستهلك يعني ملايين دنانير وملايين دولارات في تمشية مثلا مستوى العمليات الخدمات الطبية العلاجات الأدوية كذا خدمات الأخرى. فسوينا دراسة حقيقة هي دراسة بسيطة جدا وعلى خدمات معينة وليس تشمل كل الخدمات. التسويق الإعلامي اللي ظهر كان حقيقة بمبالغة إنه كان بالطباعة يعني ظهر صفر بالخطأ، فكان رقم وبدل ما 250,000 دينار صار 1,500,000 وهذا طبعا خطأ، ما عندنا رقم، احنا 1,500,000. طيب خدمات جدا بسيطة وما تدخل، أنا يعني أقول ما تدخل شاحن المواطن. والحقيقة أنا يعني لما نتأكد من كلامي لما المواطن يلمس الخدمة بالمستشفى راح فعلا يقول إنه يعني الأموال يعني نفهم من كلامك نعم احنا يعني نقص متفرجين على يعني ايش يعني مستوى من الخدمات. تعرفين جاءت كل بعض الخدمات الأدوية الطيب نظرات الأفلام الأشعات قيم العمليات يعني نعم هذا الكلام احنا فاهمينه نعم احنا مقدرينه، لكن مو معناته انه يدفع ثمنها المواطن حتى لو كانت هي زيادة. نعم اسمحيني المواطن اسمحيني المواطن مو اللي يدفع ثمنها المواطن، حتى لازم يدفع الخسارة اللي المؤسسات الحكومية أساسا يعني هي بخدمة الناس يعني متوسطين الدخل والفقراء من المواطنين. حضرتك في أغلب الناس الميسورين والتجار واللي يعني راتبهم عاليه يعني من يحتاج اي عمليه جاي يحتاج حال العراق، هذا الشيء معروف للكل يعني. طيب لذلك المستشفيات جاي تقدم خدمات للناس يعني متوسطين الدخل والفقراء، لكن اذا انعدمت هاي الخدمه بالمستشفيات هو راح يضرر بالنتيجه، راح يضرر الانسان الفقير والمتوسط الدخل. طيب معناتها هذا اثر من كلامك انا أساساً نعم. أساساً احنا وياك لو كانت الازمه سيد جاسم بس اسمح لي شويه طيب لا لا مو احنا عندنا ايضا سؤال اخر وعندنا مواضيع اخرى سيد جاسم نعم. المواطن راح يلمس الخدمه بايده ويشوف مثلا انه من اي مو بفلوسه راح تصير طبعا طبيب اخصائي راح يمكن العلاج بالكامل، إذا احتاج سونار مثلا موجود، إذا احتاج أشعة موجودة، إذا احتاج عملية ما يحتاج يلزم سنة سنة كاملة ليصير سنة مع العملية. طيب ممكن إنه تنجز العملية مالتي خلال مثلا شهر أو شهرين، إحنا هسه الآن العمليات بدأت تتراكم علينا لأنه بدأت العمليات نقللها وبدأت تصل يعني مدة الانتظار للمريض مثلا أشهر، ليش يتأخر أشهر؟ ممكن يصير عملية خلال شهر لأنه إحنا إمكانياتنا المالية قليلة، هسه بدينا نأجل العمليات. طيب يعني هو لو كان الموضوع انه هي ازمه ماليه تمر في البلاد بشكل كامل احنا وياكم قلبا وقالبا، لكن مو معناتها انه ناس تسرق ويدفع ثمنها المواطن الفقير، هاي قضيه بحث اخر، لذلك يعني الموضوع المقترح غير مرحب به، لكن من كلامك انا افهم انه المقترح لابد منه، ماكو يعني ماكو مهرب منه، السنه القادمه سوف يطبق، اللي نتمنى ان يكون هناك مبالغه بالاسعار. اسمحيني احنا اولا ما خلينا نستخدم زمني، ما قلنا سنه يعني 2016 يطبق 100%، هو مجرد مشروع دراسه ولحد الان بعد المشروع يعني لا ما شاف النور. تمام رقم اثنين اذا حضرتك تذكرين انا 1996 لما البلد يعني زمن نظام بعد لما ايضا المؤسسات الصحيه انهارت بالتمام يعني كان يستحدثوا نظام التمويل الذاتي. نظام التمويل الذاتي بقي يعني حل مسألة الخدمات الصحية بشكل جيد وعالج بعض الأمور، وأيضا بالنتيجة خلوا بعض يعني بعض الفقرات للناس مثلا الفقراء اللي ما عندهم أصلا التكافل الاجتماعي أرجع مثلا احنا بنفس دراستنا أيضا خلينا مثلا أطوا فقرات للناس الفقراء اللي ما عندهم طيب واضح احنا إذا راح نتكلم بشكل أوسع نعم حاجة تساعد لهم استثناء الفقراء لهم استثناء بالاضافه الى انت قبل شويه يعني قلت انه المستشفيات ما يزورها الا الفقراء وما يزور يعني خدمات بسيطه جدا يعني مثلا طيب هو كان ب 500 صار ب 1000 دينار طيب هذا طيب يعني يدخل كاعي المواطن لما يصير ب 1000 دينار طيب دينار مثلا يجيكم مال خل اللي هو برا طيب واضح احنا سيد جاسم نعم مثلا بغداد هسه يجيكم مال خل
50 الى 75000 دينار. طيب طيب يبدو يعني انتم تدافعون بشكل كبير وهذا من حقك. نعم سيد جاسمين عندنا ايضا سؤال اخر، نترك هذا الموضوع طالما هو مقترح، ارجو ان تسمعني، طالما هو مقترح لحد الان ويعني لن يطبق الا بعد يمكن اشهر، لكن عندنا سؤال ثاني ومهم ويعني ارجو انه تختصر بي الاجابه به. يقال انه هناك الانفلونزا الوبائيه بدات تعود في الناصريه وبدات تفتك بالناس، يعني هل فعلا هناك هجمه مره اخرى للانفلونزا الوبائيه؟ شنو اهم النصائح؟ شنو التوعيه؟ شنو المشكله اللي صارت بالناصريه حتى مره اخرى عادت الانفلونزا الوبائيه في ناصريه؟ تفضل. الحقيقه كما تعلمين ويعلم المشاهدين انه هذا الان هو موسم الانفلونزا بصوره عامه، انت الوبائيه وغير الوبائيه، احنا يعني نستقبل تقريبا هسه يعني الاف حالات من حالات الانفلونزا، لكن الحالات اللي شخصناها الانفلونزا اللي تسبب لا ترى قد تسبب يعني حدث بالتنفس لحد الان وصلنا 45 حاله تقريبا، قسم عندها يعني صار بها مضاعفات. طيب. وقسم عندها احنا حقيقه اخذنا نماذج من المرضى وارسلناها الى الصحه العامه في بغداد، والحقيقه النماذج لحد الان لم ترجع، يعني الوضع الان مسيطر عليه تقريبا. احنا الحقيقه عندنا مركز خاص ومركز جهاز تنفسي في طابق الثاني في مستشفى الامام الحسين التعليمي، هذا مركز يعني فيها حديثا يعني موضوع جديد من نوعه، نعم اجهزه حديثه جدا يعني، يعني الحمد لله الوضع مسيطر عليه. بس طيب. كما تعرفين يعني انه هذا الموسم هو اصلا موسم زاونزا، يعني ما جتها في غير موسمها. طيب يعني بس ال 45 حاله هل هم عندهم فلاونزا من نوع جديد؟ يعني لو نفس الفلاونزا العاديه اللي تمر كل سنه؟ لا يعني اكو شيء جديد؟ لا مو من النوع الجديد، هي فلاونزا بها يعني احنا نسميها بها مضاعفات؟ يعني شنو انواع متجدده، نفس الفيروس ممكن ان يجدد نفسه، لكن هذا الفيروس اللي ممكن ان يسبب ذات الرئه، اجزاء ذات الرئه. طيب. وممكن انه يسبب يعني حادث بالتنفس او اصابه بالتنفس، هو موجود في 45 حاله لحد الان بالمستشفى. طيب. بينما الفيروس الموجود نعم. نتمنى ان يكون هناك سيطره يعني على القضيه. دكتور نعم جاسم الخالدي المدير العام لصحة ذي قار، الخبر الثاني يعني يمكن لحد الآن الخبر، شكرا جزيلا لك. طبعا الموضوع الأول يمكن لحد الآن مقترح وبباب وجواب وقد يكون يتغير بين يعني ليلة وضحاها، لكن الموضوع الثاني فلاونزا الوبائية كنا نتوقع أنه أعداد قليلة، لكن 45 حالة وأرسلوا يعني الحالات إلى بغداد للإطلاع عليها والكشف عليها، وهي قد تسبب أمراض ومضاعفات جديدة. نتمنى أن الحد من عندها، يعني إحنا عندنا في بغداد النكاف بداية زايد بشكل كبير، وعندنا حاليا في ناصرية الفلاونزا الوبائية، نتمنى يكون هناك سيطرة أكثر من قبل الدوائر الصحية، وزارة الصحة يا ريت يكون هناك متابعة للموضوع، شنو اللي جاي يصير في الناصرية؟ قد تنتقل هذه الفلاونزا تكون غير مسيطر عليها، تطلع من السيطرة وتروح إلى بقية المدن العراقية، وإحنا ما ناقصين في هذا الوقت. ونتمنى الناس أيضا أي واحد يشعر بعلامات فلاونزا يزور أقرب مركز صحي حتى لا تتضاعف عليه وتتفاقم الحالة، والشفاء العاجل للجميع. وسلامات يعني والله ما ناقصين احنا. سلامات لكل الساكنين في ارض العراق من الشمال الى الجنوب، ونتمنى لهم الصحه والسلامه، وان شاء الله الايام القادمه تكون خير، بلكي الوزارات على سنه 2016 تتحسن ادائهم من سنه 2015، اكيد الاداء كان سيء براي اغلب المواطنين الموجودين في الشارع الكركوكي. راح نروح الى كركوك حتى نشاهد استطلاع لاراء حول اداء الوزارات الحكوميه لعام 2015، والنتيجه هي كانت سلبيه 100%، ولحد هذه اللحظه الوزارات بشكل كامل لم تقدم اي خدمه ايجابيه ولو بنسبه 1% للمواطن العراقي. خلينا نشوف هذا الاستطلاع بعد ما نرجع لكم مباشره. بالوزارات العراقيه شو كان دورها في عام 2015؟ والله يعني مو نسبه 100%، نسبه كلش قليله كانت. طيب شنو اللي وزاره عندك في الملاحظه عليها؟ اي وزاره عندك في الملاحظه عليها؟ والله وزاره احنا وزاره الاشغال العامه، يعني هل المفروض احنا الخريجين، انا مخلص من 2003، اخويا مخلص معهد معلمين، اخويا الثاني مخلص خريج معهد فني، واخواني الاثنين مخلصين همنا بس سادس صناعه كهرباء، فلحد ما عندنا اي واحد متعين.
بس احنا نريد يعني الحكومه تنظر للطلاب الخريجين. يعني رسالتك موجهه الى كل الوزارات. نعم احنا الخريجين الاولى، الخريجين الاولى. يعني انا خريج صار لي هاي 12 13 سنه مخلص مدرسه، خلص لو مخلص مدرسه اسالي من بدايه راح اشتغل، هسه اشتغل بالاعمال الحره بالبناء، اي شغلات اشتغل بيها. بالنسبه للوزارات يعني عامه هي وزارات يعني نشوفها الكادر الاداري مالتها يعني ما يبشر بخير ولا دا يسوون شيء دا يفيد الوطن ولا دا يفيد المجتمع. كل الوزارات، جميع الوزارات، يعني ماكو وزاره اشتغلت عدل. نجيها يعني من وزاره الصحه، وزاره الصحه الكادر الطبي ماكو، تروح للعيادات تشوف لو خالين دكتور لو دكتوره وتقول هاي الشغلات انا مو اختصاصي او مو هاي، مثلا اذا يجيها ابو الجلديه تقول انا مختصاص، انا هاي وزاره الصحه. نجي على وزاره التربيه، نجي يعني من ناحيه التعليم فاشل صار، يعني مو مثل قبل. التعليم هسه تجي على الطالب واصل بالسادس ابتدائي، يعني هاي اخر مرحله بالابتدائيه ما يعرف يقرا ويكتب. بالوزارة العراقية والله بعمل في 15 شهر كانت يعني موافقة لو لا؟ لا والله مو موافقة. البشر شوف هذا الشعب ما شاء الله، احنا العراقيين واقعين بيها. كل الوزارات؟ اي والله كل الوزارات، من المالية او التعيين او الصحة او التربية، هي كلها. هسه طالب عندك الصف الرابع لا يقرأ لا يكتب، قبلها الطالب كان الصف الثاني الثالث يقرأ يكتب، هاي وحدة. ما احنا نريد يعني العراق شوية خلينا نرتفع، تعرفونا هم مو عراقيين، الوزراء كلها كافة مو عراقيين، عراقيين لو مو عراقيين، عراقيين زين نريدهم شوي خلي يصحون على نفسهم. رأيك بالوزارة العراقية شو كانت عملها بعام 2015؟ والله ماكو لا تعيينات لا شيء، قاعدين على الطلبة طالة ماكو أي شيء. يعني ما راضي عليهم؟ لا والله. من الوزارة عندك من ملاحظة عليها؟ والله ماكو تعيينات، أكيد صاروا يعني صار تقديم تقدمنا وما طلع شيء. وين؟ بالصحة. أي. قطر دولار على أساس وما طلع شيء. تقدم والله قالوا حتى قابلنا وياهم قالوا ان شاء الله يطلع ما يطلع اي شيء. شو شفت دور الوزارات العراقيه بكل التشكيلات بعام 2015؟ كانت موافقه لحقوق المواطن ولا لا؟ والله غير موافقه. سبب كله يعني الصحة عندك، المستشفيات تعبانة، أدوية ماكو، التجارة نفس الحالة، وين التموينية؟ بطاقة تموينية، وين المواد اللي وعدونا بيها؟ شنو اللي سوونا إياه؟ كل شيء ما صار به تقدم ب 2015. عندك وزارة عندك ملاحظة عليها؟ والله كل الوزارات تعبانة، ماكو يعني وزارة بيها حظ. رأيك بالوزارات العراقية بعام 2015؟ شلون كان عملها؟ وش تتأمل بعام 2016؟ والله بصراحة الوزارات العراقية مقصرة جدا بحق المواطنين بالعراق، يعني مواطن ما ارتاح وخطية من المهجرين غير أي ناس، حتى توظيف تعيين واحد من الناس أنا خريج لحد ما متعين، يعني كتعيين قدمت على التربية وقدمت ما لحد ما أكو نتيجة. طيب شلون كان دور وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية بعام 2015؟ شلون كان دورهم؟ والله بصراحة دورهم غير جيد، المواطن العراقي جدا هل كان يعي. إذن شاهدتوا واستمعتوا لآراء المواطنين الموجودين في كركوك حول أداء الوزارات لعام 2015، والأداء كان سيء للغاية، وأكيد أنه احنا نتمنى ونأمل في السنوات القادمة يكون أفضل من حال 2015، لأنه الحال مأساوي جدا. يمكن راح يبرروها هم أصحاب الوزارات ويقولون بسبب التقشف اللي حصل والعجز اللي حصل في ميزانية العراق لعام 2015 واللي هو كان 20 مليار، فما قدرنا نسوي أي شيء للمواطن العراقي، لكن أنه في الأيام القادمة راح يكون العجز أكثر، فكيف راح تقدرون تنفذون المشاريع وتبدون تساعدون المواطن العراقي بشكل كامل؟ نتمنى أنه يكون أكو حس بالمسؤولية من قبل الوزراء على وزاراتهم حتى أنه يبدون يشتغلون بشكل صحيح ويساعدون المواطن العراقي. طيب نروح إلى فقرة أخرى، نروح إلى عيون المدينة وعيون من البصرة، ومواطنين يرصدون شرط مرور يقوم بابتكار طريقة جديدة لتنظيم المارة، رغم أنه الطريقة قد أثارت غضب الشارع البصري بالتحديد، ويقولون أنه المفروض أنه مديرية المرور تتبنى أفكار جديدة مو تنزل إلى المستوى المتدني بهذه الطريقة، لكن هو شرط المرور أعتقد انجبر أن يقوم بمثل هكذا فعل بوضع حبل على الطريق
لقطع المارة ومنعهم من العبور حتى يتم عبور السيارات كافة، ومن ثم فتح الحبل والسماح للمارة والمواطنين بعبور الشارع. طبعا هو من خوف عليهم، لأنه إحنا أولا عندنا لا السيارات تلتزم ولا عندنا المواطنين يلتزمون، كل الأطراف هي غير ملتزمة، بالإضافة أنه إحنا ما عندنا أماكن للعبور. المفروض مثل هكذا شوارع، مفروض أكو جسر يتم عبور. إحنا أمس عرضنا إحنا حالة في بغداد من أمام إحدى المراكز التجارية، أنه امرأة تعرضت لحادث ورهيب الحادث، لأنه ماكو منطقة لعبور المواطنين والناس أيضا ما تلتزم، فاضطر شرط المرور الموجود في العشار لابتكار هذه الطريقة باستخدام الحبل مثل ما قلنا، ومنع الناس من العبور حتى يتم عبور السيارة. نتمنى احنا مديرية المرور تقوم بتبني شيء جديد مبتكر حقيقي يساهم في ترتيب وتنظيم المرور. طيب، هذه معاناة الشعب العراقي بشكل كامل من الشمال للجنوب، وأيضا للموتى معاناة أخرى بسبب عدم احترام حرمتهم، والموتى حرمة. فاليوم مقبرة سمراء تعاني الأمرين بسبب عدم وجود سياج خاص لهذه المقبرة، والمكان أصبح مكب للنفايات وتجمع للحيوانات السائبة. لتفاصيل أكثر نتابع. أنت كمواطن شلون شوف وضع المقبرة في ميناء سامراء؟ والله وضع يعني مأساوي، ويعني هي باعتبار هاي المقبرة اللي أكبر مقبرة بسامرة والوحيدة بقت هي يعني الأهل سامرة، يعني ودعم ماكو لهاي المقبرة، وهي طبعا للمدينة هي، وإضافة إلى أطراف سامرة يعني كلها تجي بيها، ويعني سياج ما بيها، خدمات ماكو إلها، يعني الأوساخ النفايات داير مدايرها، سياج ماكو، مثلا تجي الحيوانات مثل الكلاب دائما موجودة بالمقبرة، وهذا يعني الشيء لا يجوز، لأن تعرف يحفرنا القبر يعني يصلنا الميت، وهذا ما يجوز. يعني ماكو ماي، ماكو إلها يعني منظومة ماي ما بيها، يعني كل مثلا بالجنازة يجي اللي يجيب لها يجيب ماي وياه، يعني خدمات يعني قليلة إلها، إنارة ما بيها، مثلا جوا مثلا جنازة متوفي بالليل لازم غير أضوية مثلا عايزها، مثلا السياج لازم يعتنون به، باب إلها يخلون. شو رأيك بموضوع مقبرة سامر؟ والله يا حجي هاي مقبرة سامر هنا يعني يذبون وصايخ هنا، أول شيء يعني المقبرة ما مسيجة، وهنا يعني كل من جاي يذب وصايخ يم المقبرة، وهذا ما يرام يعني. هاي المقبرة بيها أوادم فقراء يعني مدفونة بيها، وبيها زناقين يعني مدفونين بيها، ما يرميك يعني تبوع المقبرة تقول صحراء، بعدين عندك يعني حتى بالليل تفتر يعني حيوانات كذا، شلون يعني أشكال ما يعني هيك ما يرهموا. أكو ماي بيها؟ ماي ما بيها، سياج ما بيها، يعني أبسط شيء حتى إنارة ماكو، أضوية ماكو، يعني أبسط شيء حتى سيم من هالعاديات ماكو عليها، يعني تباع عليها صحراء، فيعني كل شيء يجي يطبيها. والله نطالب بأنه يعني سياج وإنارة وماي، وهاي ما يرهم يعني هاي مقبرة، هاي مو هاي الآخرة، هاي يعني هاي إحنا إذا ما نسوي الرهم ونرتب كهرباء وماي وسياج ما يرهم هيجي. رأيك يعني بمقبرة سامر من ناحية الخدمات، من ناحية النظافة، من ناحية الإنارة؟ والله أخوي العزيز مقبرة سامر النظافة مالتها مو زينة، يعني نشكي من هالوصايخ، يعني ناس نذب أنفاض هنا، نحكي يا أنفاض لا تذبون هنا وصايخ، يعني أنا عسوان أبو غسي هنا واقف، يعني أنا بالنهار موجود ما عاد يجيب نفايات يذبون هنا، أطلع عزل المغرب أجي ألقى نفايات موجودة. إيه ثانيا المقبرة هي دار المؤمنين كلها، أريد لها سياج ترتيبات من هنا، يعني معي ذب نفايا تمها وصايخ، بيها ماي بيها كهرباء، كهرباء ما بيها، ماي ما بيها، إيه يعني أهم شيء السياجات ترتيبات مالتها يعني شوية مرتبة، يعني عسان واقفين بالغسيل
يعني الناس تجيب نفايات اطردها ما خلي ذب نفايات يعني. بس احنا صورنا اكو هوايه يعني نفايات وحتى انقاض، يعني ليش ماكو دور رقابي هنا؟ والله اخوي العزيز انقاض ماكو هنا، مراقبه ماكو، ما المراقبه واحد يراقب ماكو، يعني عسان هي بلغس الموجود، يعني تيجي ناس تذب نفايات هنا يعني ما يعني شغل بس اطرد ما الناشد. انت من موجود هم راح يرجعون يذبون. عمي صحيح انا من موجود ما حد يذب نفايات. كمواطن في مدينه سامراء رايك بالمقبره اللي في المدينه؟ والله يا اخي المقبره مهمله من جميع الجهات، ها من المجلس المحلي، من القيم مقام، من الوقف السني، ماكو لا سياج، ها ولا يعني مهمله، تكرمون الحيوانات السائبه بها، ماكو رعايه، يعني ماكو رعايه، ماكو يعني ماكو فد شيء، يعني مقابر، يعني هسه عندك مقابر بتركيا، ها تسكن بها التام بها، ها مشجره عباك متنزه، احنا ما شاء الله قاع الى على ليق، ها مفتره بها واقفه على العسي مالها، ماكو فد شيء، يعني انت لازم، يعني انتم كحكومه محليه لازم المفروض ها تأدون يعني شغلات، يعني ان شاء الله مرتب. انتم ليش مهمله؟ احنا كنا باكر ندفن بها، المسؤول ندفن بها، الفقير الزنقي كنا راح ندفن بها. ماي موجود بها اضاءه اناره؟ يعني الاضاءه مو ذيك الاضاءه، يعني هيك فد شيء، يعني بروجيكتور بالباب وهاي ماكو اضاءه، ماي مسوين لهم حوض واحد مال مغسل وهذا، ماكو مهمله يا اخي، والله مهمله، يعني بس ما يصير، يعني انتم حكومه محليه لازم المفروض يعني تشوفون يعني الشغلات اللي محتاجيها. طيب نتمنى ان كل هذه المشاكل يتم حلها في اقرب فرصه ممكنه، وهناك كثير من المواضيع ان شاء الله في الحلقات القادمه يتم عرضها. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام. في امان الله. إذا وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.